سوف تحبون هذا البرنامج، أعدكم بذلك. كان عندنا أيام رائعة مع القس مايلز مانرو، هذا الشاب الصغير أوسانو نيلي اسمه، وله صوت بديع. عمري ما سمعت صوت جميل زي كده، عمره 11 سنة وإحنا علمناه إنه يرنم ما أعظمك، ومن عدة دقائق رنمها لنا وعلمناه الترنيمة. فمن فضلك رنم هذه الترنيمة للعالم كله اللي سمعك. جيمس ابتدي ما أعظمك. نفسي تغني ما أعظمك، وهيرنمها كمان مرة. استريحوا استريحوا استريحوا، شكرا استريحوا. أنا مش عارف إنك هتجيب الحاجة العالية قوي دي، رائع وطلع كده فوق، جميل جدا. كمان مرة. نفسي تغني يا مخلصي، أنا هاخده معايا البيت الولد ده. رنم كمان مرة جيمس ميشيل. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. يا رب مدوا ايديكم ناحية هذا الولد. أيها الرب يسوع الغالي، استخدم هذا الصبي، امسحه بقوة في اسم يسوع. اسمع، ممكن ترنم ترنيمة كنت هتقولها لنا قبل كده؟ الترنيمة بتاعتك. أيوة اتفضل. There is a candle in every soul, some brightly burning, some dark and cold. There is a spirit who brings the fire, ignites a candle and makes it home. So carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, the tired and worn. Hold out your candle for all to see. Candle and go light your world. Take your candle and go light your world. Frustrated brother, see how he's tried to light his own candle some other way. Now your sister, she's been robbed and lied to, still hold a candle without a flame. So carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, confused.
whose hearts are blazing. So let's raise our candles and light up the sky, praying to our Father in the name of Jesus. May us a beacon in darkest time. So carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, confused and torn. So carry your candle for all to see. رائع. انت هتيجي وتبقى معايا 5 و6 في الشهر القادم في الحملة القادمة. قولوا له شكرا. رائع يا رب. جميل، يا لها من رسالة في حد ذاتها. خذ شمعتك وضيء العالم المظلم. احنا كنا بنتكلم عن قوة الرؤية. أحبائي، هذه كانت برامج سجلناها هنا في البهامز مع القس الدكتور مايلز مونرو. مرة تانية، أن الرؤية تختلف عن النظر. كمان مرة ادينا الفرق بينهم، وخلينا نتكلم على 10 مفاتيح للرؤية والعوائق. عايز أتكلم على بعض هذه المفاتيح. الله لا يعطينا أننا نعيش حياتنا بالنظر، لأن العين ترى ما هو موجود، لكن الله عايزنا نتحرك بالرؤية، لأن الرؤية ترى الأمور كما يجب أن تكون وما سوف تكون عليه. وقال سليمان بدون رؤية يهلك الشعب، وقال حبقوق أنه كان يبحث في ذلك الوقت عن إجابات، فقال له اكتب الرؤية وانقشها على الألواح لكي يركض إليها القارئ. والشخص العادي في العالم ما عندوش دوافع، محفزات أو عاطفة للحياة، لأنه ما عندوش رؤية. والرؤية هي حينما ترى وتحول قصد الحياة وهدفك في الحياة إلى صورة، وتستطيع أن ترى أن لك مستقبل وهو مستقبل هام. وكل ولد مولود وله قدرة أن يرى رؤية، كلنا، كل ولد. فالرؤية مرات كتيرة بيدمرها الأباء، لأن لما يبتدي الولد يقول لك عن أحاسيسه وإيمانياته وما يراه وما يتمناه، أغلب أولياء الأمور يدمروهم، يكلمون كلام سلبي، يقولوا له بلاش تحلم أحلام اليقظة. لكن بعتقد أن أعظم رؤى يعطيها الله للأولاد هي أحلام اليقظة. وفي أغلب الأحيان ناس بتتوقف رؤيتها لأنها بتبطل تحلم. يوسف رأى حلمه، وبعد ذلك شارك بهذا الحلم مع أبائه ومع العائلة، والعائلة دمروه، قالوا له أنت غبي، أنت منتفخ. ومرات كتيرة أنت تحتاج أن تحمي حلمك من عائلتك، لأن أغلب الأحيان تجد أن أخطر ناس على رؤيتك هم الناس اللي عايشين معك القريبين منك بسبب سلبياتهم. عشان كده عليك أنك مرات كتيرة بتسيب رؤيتك في البيت وبتموت في البيت والمكان اللي انت موجود فيه. ومرات كتيرة الرؤية بتتأثر بمن حولك، يا إما يزرعوها ويزودوها أو يدمروها. وأنا ذكرت في البرنامج السابق أن واحد من أعداء الرؤية هو الصحبة السيئة. لما كانت القديسة العذراء مريم على وشك أنها تحبل بالروح القدس، وكانت لها رؤية، سألت سؤال وسمعت إجابتين. قالت كيف يكون لي هذا؟ إزاي يبقى لي ولد كما أريتني؟ قال الملاك حاجتين، قال لها العلي قال هذا. لما تأخذ
رؤية من الله، الرؤية بتبقى كبيرة جدا ولا يستطيع أن يتممها إلا الروح القدس. وعايز أقول لك إذا كانت الرؤية مركزة على الشخص فهي ليست من الله. الإجابة الثانية أن إليصابات كانت حامل. كان سؤال القديسة العذراء مريم كيف تتحقق هذه الرؤية؟ كانت إجابة الملاك أن الروح القدس يحققها وإليصابات حامل. وأول سؤال كان في ذهني جالي وأنا بعد صغير، ليه إليصابات مهمة لهذه الرؤية؟ لأن إليصابات كانت أيضا في بطنها طفل معجزة. وفي الحال يقول الكتاب المقدس أن مريم تركت البيت وذهبت إلى إليصابات، ولما نظرت إليها عينا إلى عين يقول الكتاب أن الجنين طفر في بطنها. عايز أقول لك أنت محتاج تبقى جنب الناس اللي يخلوا الجنين يطفو في بطنك، لأن رؤيتك لابد أن يعضدها من لهم رؤية. وإن كانت تريد أن الرب يحافظ على هذا الجنين فعليها أن تكون مع من له مولود. عشان كده إن كان عندك رؤية وحلم لا تكون حول من هم عندهم عقم وليست لهم أحلام، هيقولوا لك مستحيل. عشان كده لكي تكون ناجحا في حلمك ورؤيتك كن قريبا من الذين لهم الجنين والحلم والرؤية. يقول كتاب أن القديسة مريم كانت مكثت مع إليصابات لعدة شهور، يعني انتظرت مدة كافية حتى البيبي كبر. ما تقدرش تنكر هذه الحقيقة. ومن المثير طالما القديسة مريم كانت مع إليصابات تلاقي ان في طفلين جاءوا بطريقة معجزية. كان بيجي لها التعب الخاص بالحمل وعدم الراحة وعليه. انا بتخيل لما كانت القديسة مريم كانت بتشعر بالتغيير الذي سببته الرؤية لحياتها كانت ممكن تيأس، لكن كان جنبها واحدة تانية وتقول لها أنا عانيت من هذا، كل حاجة هتبقى كويسة. عشان كده لازم تبقى مع ناس كانت ليهم رؤية من قبلك، عشان لما تعبر في صراعات يقول لك معلش المشكلة دي هتعدي لأن أنا سبقت وجات لي الخبرة قبليك. لكن تبقى مع ناس ما عندهمش رؤية دول الصحبة الخاطئة. عشان كده لا تكون في صحبة مع الذين لا حلم ولا رؤية لهم وعليه. فالله أخذ يوسف بعيدا عن إخوته، وخلي بالكم أنه يوسف ذهب إلى أعظم حضارة في كل العالم في ذلك الوقت، ذهب إلى مصر. وهذا معناه أن ربنا حب يوريه الاحتمالات الضخمة الرهيبة التي يمكن أن تقابله. أنا لما سبت البهامز ورحت الأورال روبرتس الجامعة الخاصة بي وسبت هذه الجزيرة الصغيرة عشان أروح أكون في القرب من أورال روبرتس، أنت كنت مع هذا الرجل عدة مرات، وفجأة أحلامي انفجرت وأدركت أن الله إذا استطاع أن يفعل أمرا من أجل هذا الرجل وهو بعد ولد صغير فربنا يقدر يعمل نفس الشيء في حياتي. عشان كده لما تبقى جنب الحالمين أحلامك ورؤاك تنمو، لكنها تتدمر بالذين لا رؤية لهم. فالعدو الثاني هو هذه هي العوائق. نعم، إذا ابتديت تدخل في سلوك تمرد هذا ممكن يغلق احتمالات تتميم الرؤية. عشان كده من المهم جدا أنك تظل في انسجام مع الروح القدس ومشيئة الله. البعض منكم من المشاهدين يمكن ما حصلتش على اختبار الميلاد الثاني، وعايز أقولك الكلام ده كله لا يعني شيء لك، لكن عايز أقولك أن الله خلقك من أجل قصد وأعطاك رؤية لحياتك وهو يريد أن يغيرك لتتممها. وهذه الرؤية تجعلك حيا، تدي لك رغبة في الحياة المستقبلية. لكن عايز أقول حاجة محددة بخصوص الرؤية، وهي أن الرؤى ليست إرساليات. في فرق بين الإرسالية والرؤية. الإرسالية ده شيء عام، قصد عام، لكن الرؤية محددة وفريدة وتجعلك لك معنى ومغزى. اللي بيخليك أنت بني هن مميز عن شخص آخر أن لك رؤية محددة وفريدة. خليني أديك مثال. لما تروح لمطعم بيبيع الأكل السريع كل الأكل السريع اللي حواليك بيحطوه في مكان واحد، لما يخلصوا
طلب يحطوا طلب تاني، وبعدين تلاقي برجر كينج وبيتزا هات وكل الحاجات دي تلاقيهم في مكان واحد. ليه ما بيش خايفين من المنافسة؟ أولا لأن كلهم ليهم نفس الإرسالية. الإرسالية هي إن هم يبيعوا أكل بسرعة. نفس لو سألت كل واحد فيهم الإرسالية بتاعتك يقولك إن إحنا نأكل الناس بسرعة. دول في تجارة الطعام. لكن لو سألتهم ما هي رؤيتك هتلاقي إجابات مختلفة، لأن الرؤية هي اللي تجعلهم ناجحين مش الإرسالية. فماكدونالد مثلا بيركز على السندوتش كبير، كنتاكي بيركز على مثلا أكل تاني أو نوع من الفراخ، بيتزا بيبيع بيتزا، وكل واحد بقى كل مطعم من المطاعم المختلفة بيركز على نوع معين من الأكل، ودي رؤيته الفريدة. هذا سر نجاحهم، إن عندهم رؤية. كلهم بيبيعوا نفس الشيء أكل، لكن الطريقة اللي بيبيعوا بيها طعام هذه تعبر عن رؤيتهم وما يميزهم عن الآخر. فمثلا قدامنا الشعب اللي قاعد كلنا عندنا نفس الإرسالية، وهو إن احنا نكرز بالإنجيل للخليقة كلها. لكن رب يستخدمك بالشفاء، أورا روبرتس بيتكلم على بذرة الإيمان، كريس هيجن الإيمان، شامباك بالطريقة المعجزية والتعليم والوعظ، وهكذا. كريفلو بيعملها عن طريق فكرة الرخاء. فكل واحد له جزء ورؤية محددة ومميزة. عشان كده لا يوجد هناك تنافس. إن كان هناك رؤية فلا توجد منافسة. زي ما اديت لك مثال الأكل المختلف، عايز أقولك القسيس مش عنده منافسة مع قسيس آخر، لأن رؤيته لها ما يميزها وهي فريدة. وبالتالي تقدر تقول برضو زي فكرة الأكل، كل مطعم ليه سندوتش مميز بيخليه يختلف عن المطعم التاني. عشان كده ما تلاقيش مطعم زي مثلا ماكدونالد وبرجر كينج بيتنافسوا مع بعض. رحت مع واحد من أصدقائي بيملك مطعم، لكن خدني في مطعم معين. قلت له انت ليه خدتني في المطعم ده اللي هو اسمه كنتاكي فرايد تشيكن؟ قال عشان ناكل فراخ. فذهبنا وقعدنا، المدير جه وحضنه. قلت ايه ده مدير مطعم وده مدير مطعم، وبيحيوا بعض وقعدوا مع بعض وعندهم صداقة. عملنا الطلب، كلنا الفراخ، وبعدين دفع فلوس للمنافس بتاعه، مع ان صاحبي ده عنده مطعم على الشارع من ناحية تانية، لكن دفع فلوس في المطعم اللي كله. فقلت له ده مذهل، انت بتدفع للمنافس بتاعك؟ قال لي لا، قال لي المنافس عنده اللي مش عندي، وبالتالي انا دفعت حق اللي انا خدته اللي ما عنديش. فاحنا مش في منافسة، احنا مختلفين في نفس التجارة. يعني لو عندك رؤية لحياتك فهي تدمر الغيرة والمنافسة والشك والخوف، وتقدر تعيش مع غيرك وتستمتع بالشركة والعشرة، لأنك بتعمل حاجة هو ما يقدرش يعملها وإنت بتعمل حاجة الطرف الآخر ما يقدرش، فما فيش منافسة. رائع جدا. اسمع، في دقائق بسيطة قل لنا على سبب آخر لو سمحت، أنا نفسي أخذ أكتر ما يمكن أخده منك، اتفضل. واحدة من أخطر مظاهر التي تقف أمام الرؤية هو التشتت. نعم، كلام صح. الشيطان بيخاف منك لما تكون بتقتفي أثار مستقبلك ومصيرك، فبيحاول يبعدك عن الخط بتاعك. في أفسس أصحاح واحد، واحدة من أقوى الآيات في الكتاب المقدس تقول لأنه اختارنا فيه قبل تأسيس العالم. وبعد ذلك يقول في عدد 11 معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته. يعني الله له قصد لكل واحد، وقد عرف هذا القصد قبل أن يولد الشخص، وهذا القصد عين سبق فأعده. ده معناها قبل أن يوجد الإنسان، يعني هذا المصير، والله قبل أن تبدأ وضع الله مصيرك ومستقبلك. ويقول لأنه عينك حسب قصد الذي يعمل كل شيء
علشان يكون هذا العمل متطابقا مع مشيئة الله. الله له طريقة لتذهب وتتمم مقصدك، وإن لم تتبع مشيئة وخطة الله. بس قبل ما أقول كده عايز أقولك ربنا هيوريك الرؤية، ومش هيقولك هتوصل إزاي لتحقيق هذه الرؤية، لأن الرؤية تشير إلى النهاية، وبين المكان الذي أنت فيه والنهاية توجد خطة، والخطة هي الطريق الذي يأخذك إلى مصيرك أو إلى دعوتك. فأرى الله بين ليوسف النهاية وهو جالس على العرش، ووراك النهاية، ووراكم أنتم السامعين المشاهدين النهاية، لكن مش هيديك الخطة. ليه؟ لو خدت الخطة هتنسى القصد، لكن الخطة تقودك إلى القصد. لو يوسف كان يعرف أنه هو هيترمي في البير وبعدين هيعاني من كل اللي عانى منه، كان ممكن ينسى الرؤية. لكن خطة الله تختلف. يمكن أنت الآن في جزء من خطة الله، فقدت بيتك، ابنك مات، حصل لك مصيبة، لا تخاف لا ترتعب، لأن الله بيبتدي يعد فيك رؤية، وبيعد فيك صبر، وبيعد فيك ما سوف تحتاجه لتتميم هذه الرؤية. عشان كده عليك أن تدفع نفسك وتستمر حتى في وسط المشاكل، لأن الله يأخذ حتى المشاكل ويشكلها لتكون عاملا مساعدا لتتميم المشيئة. ربما أخطأت، ارتكبت خطايا، اترميت في السجن، عايز أقولك أن الأخبار الطيبة من الله أنه يأخذ كل هذه الأخطاء ويشكلها ويحولها لتكون دافعا تقودك إلى مصيرك. أسيس، في الوقت الباقي من فضلك مد يدك ناحية هذه الكاميرا وصلي من أجل شعب الله. أبانا أنت تعرف كل حياة، الصغير والكبير يا رب، الذين يشاهدون هذا البرنامج في مستشفيات، في أماكن صعبة، في بيوت، كبير صغير، سياسي متعلم، كل من يشاهد هذا البرنامج رب أتكلم على حياتهم بكلمة خاصة، أنك تتمم نعم رب دعوتك على حياتهم. أصلي أنك تأتي إليه وتعرف وتدرك وتعترف أنه الرب والملك والمخلص، واليوم هذا يكون يومك لقبول خلاص المسيح الذي جاء لا لينقذك لكن لينقذ رؤيتك التي عينت من أجلها، فهو يخلصك ويخلص مستقبلك. تعال إليه الآن في اسم يسوع، آمين. إن لم تصلي هذه الصلاة عزيزي المشاهد قبلا لتقبل يسوع المسيح، صلي ورايا، قل له يا رب يسوع إني خاطئ، اغفر خطاياي، ادخل إلى قلبي، خلص نفسي يا رب، إني أسلم لك الكل الآن وأقبلك يا سيد كربي ومخلصي، آمين. إن خدمة بني هن المتعددة الأوجه تهدف إلى ربح النفوس الضالة والمتعبة والحزينة بإنجيل يسوع المسيح المخلص الشافي والمغير. هذه ليست أفكار شخصية بل إنها كلمة الله. هو من قال أنا هو الطريق، إن ضللت الطريق ما عليك سوى أن تدعو باسمي. قال أنا هو الحق، إن كنت في حيرة من أمرك أو تنتابك الشكوك ولا تعرف كيف توجه إيمانك أطلبه، حين تدعو باسمه يعلن لك الحقيقة. هو الحياة، إن كنت منغمسا بالخطيئة فادعو باسمه. يسوع المسيح هو أنسن واليوم وإلى الأبد. يقع المركز الرئيسي لخدمة بني هن في دالاس تكساس في الولايات المتحدة، وهو يشمل خدمات متعددة تهدف إلى خلاص النفوس وتغيير حياة الآلاف من خلال برنامج هذا يومك الذي يصل لحوالي 200 دولة، وأيضا من خلال المؤتمرات الكرازية التي يقوم بها والتي تضم آلاف النفوس وأحيانا الملايين.
مساعدة المحتاجين والإغاثات تساهم بشكل رئيسي في تخفيف معاناة العالم. تعتبر برامج الإغاثة وتوزيع الأغذية وإيواء الأطفال وسائل فعالة لإظهار محبة المسيح للمحتاجين والمجروحين. تهدف خدمة بني هن إلى تغيير النفوس بفضل بركات الله ودعم شركائها.